ما ادري شو اللي صار الفتره اللي طافت، انا ماني مستوعب ولا يومك هذا، انا ما ادري شو اللي صار. صارت وايد لويا حقي، بس الحمد لله انا قدرت اني اتجاوز هالشيء. وفي شيء دائما احطه ببالي، اذا الله كاتب لي رزقه صدقيني راح اخذها قصبا على اللي يرضى ما يرضى. لو بيني وبينك ثار وانا في الله كاتب لي هالرزقه وانت موجوده بهالرزقه، صدقيني راح اشتغل.